مظبوط، انا بشتغل معه. انا انخطفت وتهددت وانجبرت اعمل اشياء ما بدي اعملها، وهو جبرني اطلع معك وطلب مني صور كل المستندات وكل اسرار شغلك، واكيد طلب مني اسرق الدفتر لانه فيه معلومات كتير مهمه عن شغلك، وهددني يقتلني ويقتل اهلي اذا بنفذ العمليه. انت وحدك كذابه. اي بعدي مش قليله ابدا يا خيالي. كف الدفتر وين؟ دفتر معي وما سلمتك اياه لانه بعرف انك رح تقتلني لتخلص مني وما تترك وراك دليل، وبنفس الوقت رح يعرف اسرارك ويضرب شغلك. انا ما بدي اذيك، ما لي مصلحه معك. الدفتر رح يرجع لك بشرط واحد، بدي اطلع الليله من هون وارجع على بيتي واعيش بامان، وانت بدك تحميني. واذا صار لي شيء كون اكيد انه هيدا الدفتر في منه كذا نسخه، انا بموت انت بتفوت على الحبس، وانت كمان كل شركاتك والصفقات والتهريب والعقود جوازات السفر شبكة الدعارة والأبو مصورين، وعندي منهم كذا نسخة بالصوت وبالصورة محفوظين تحت سابع أرض. ففكر كتير منيح إذا لك مصلحة تقتلنا ولا لا. أنا ما بقى عندي شيء أخسره، فخلونا نعمل اتفاق يرضينا كلنا. يا بطلع من هون عايشة يا كلنا رح نموت. بتعطوني حريتي وبعطيكم الأمانة وبتشتروا سكوتي، وإذا شي نهار حدا منكم فكر يأذينا أو يأذي أهلي، هيدول النسخ رح ينتشروا وين ما كان، ونهايتكم رح تكون الحبس.